مزيد ينضم معنا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد جهاد حرب. أهلا بك معنا سيد جهاد. إذن هل في توسيع الوفد الإسرائيلي في هذه الجولة من المفاوضات أي مؤشرات إيجابية برأيك؟ نعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية سواء بالتوسيع أو بالتصريحات التي سمعناها خلال أمس تحديدا من وزير الجيش الإسرائيلي وكذلك من رئيسية الأركان. على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يدعم بشكل واسع وكبير وحتى علانية هذه المرة إمكانية الوصول إلى الصفقة. لكن أريد أن أقول بأننا نحن في البداية فيما يتعلق بالتفاوض. هناك اتفاق على المبادئ العامة ويبدو أن الاتجاه بهذا السير بهذا الاتجاه بالمعنى أننا يمكن أن نرى مفاوضات جدية للوصول إلى اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبر الوسطاء طبعا في القاهرة وفي الدوحة وكذلك الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية في هذه المرة أكثر جدية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية أو على نتنياهو تحديدا. لكن ما زال نتنياهو هو الفاعل الرئيسي في إسرائيل بالمعنى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الذي سيقرر السير بهذا الاتجاه أو ذاك، أي باتجاه إتمام هذه الصفقة أو تعطيلها وعرقلتها كما فعل في المرات الماضية. وما شاهدناه وقرأنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إحباط نتنياهو المتكرر للصفقات أو للهدنة في المرات الماضية سواء بوضع شروط جديدة أو منع الوفد المفاوض من تقديم مقترحات أو تسريب معلومات لوزراء أو لشخصيات من أجل أن مضرة بالاتفاق أو الهدنة أو المفاوضات وصولا إلى التآمر مع بعض الوزراء مثل سموتريتش لتقديم خطابات وبيانات تعارض الوصول إلى هذا الاتفاق. لذلك ما زلنا نتحدث عن تفاؤل وإن كان هذا التفاؤل أوسع مما كان في المرات الماضية أو أكثر من ذلك، لكن هذا التفاؤل مشوب بحذر لأن ندرك بأن في النهاية القرار بيد الحكومة. طيب سيد جهاد، أشرت إلى يعني مؤشرات إيجابية يعني لافتة فيما يخص بتصريحات جالانت وزير الأمن عندما يقول إن هذه الصفقة تحقق المصالح الأمنية والقومية الوطنية لإسرائيل. بالتالي مثل هذه التصريحات والضغط الأمريكي الذي أشرت له كيف يمكن أن يتلقفه نتنياهو؟ يعني نتنياهو دعني أقول أن المساحة تضيق حوله فيما يتعلق بقدرته على اتخاذ القرار بهذا فيما يتعلق بالصفقة. لكن وفقا لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي هو الذي يتحكم بالقرار السياسي وهو الذي يستطيع أن يقدم أو يؤخر هذه الصفقة. وفي ظني أن هذه الإشارات التي تلقاها نتنياهو ترعبه وتخيفه لأنه مقابل الوصول إلى صفقة على ما يبدو أن حياته السياسية ستنتهي أو أن الائتلاف الحكومي سيتفكك في ظل التصريحات المتصاعدة من قبل اليمين واليمين المتطرف فيها. وإن كان أحد السيناريوهات أنه لن تتفكك وإنما كان يستخدم نتنياهو اليمين المتطرف من أجل البقاء على هذا الائتلاف والبقاء في الحرب أو استمرار الحرب والقول للمجتمع الدولي بأن حكومته لن تستطيع اتخاذ القرار بوقف اطلاق النار وإذا ما ذهب إلى ذلك سيتفكك. وهذه لعبة إسرائيلية متكررة منذ 30 عاما. في كل مرة عندما يتم الحسم في قضية من قضايا السلام سابقا أو الوصول للاتفاق كان يقول رئيس الحكومة أن لديه معارضة واسعة في الكنيست أو في الحكومة وبالتالي يتخلى على اتخاذ القرار باتجاه الخطوات اللازمة كما هو الحال في الهدنة. لذلك هذا هو التخوف الرئيسي اليوم في إسرائيل، إلا أن الضغوطات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي، الفترة الزمنية الطويلة للأسرى داخل الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين بما في الأسرى الإسرائيليين عوامل ضغط على الحكومة أو على نتنياهو تحديدا للسير باتجاه. طيب هذه الضغوط سيد جهاد، يعني عندما تتحدث عن أن الحلقة بدأت تضيق على نتنياهو نتيجة هذه الضغوط، عندما تتحدث عن تصريحات جالانت التي
لا يتطرق فيها إلى البعد الإنساني بالقدر الذي يتطرق فيها إلى بعد الأمن القومي فيها، بمعنى أنه يريد أن يوصل رسالة جالانت أن الصفقة الآن من مصلحة إسرائيل ومن مصلحة الجيش. بالتالي أيضا نتنياهو لديه ضغط فيما يخص ملف تجنيد الحريديم. مع هذه الضغوطات كيف نتوقع أن يتعامل نتنياهو مع الصفقة؟ هل هذه الضغوطات تبعده عن الصفقة أم تقربه؟ أعتقد كما قلت قبل قليل أن الضغوطات هذه خلقت تضييق في المساحة أو الفضاء الذي يمكن أو المجال الذي يمكن أن يستخدمه نتنياهو لعرقلة هذه الصفقة. وقد يذهب نتنياهو، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يبقى على طريقته بعرقلة الوصول إلى اتفاق، وربما الذهاب إلى اتفاق والموافقة عليه من قبل نتنياهو، و في هذه الحالة يذهب لتنفيذ المرحلة الأولى ومن ثم يتحلل من الاتفاق، وهو قادر على ذلك، لا يحتاج إلى ذرائع كثيرة من أجل التحلل من هذا الاتفاق، كما يتحدث عن شروط أن لا يكون هناك مسلحين في شمال قطاع غزة، عند الحديث عن عودة النازحين الفلسطينيين. أصلا هناك أعداد كبيرة من المسلحين الفلسطينيين موجودين في شمال قطاع غزة، ما فعله المواطنين المقاتلون في جباليا وفي الزيتون وفي الشجاعية وغيرها يدل بشكل واسع وكبير أن هناك أعداد وافرة إذا جاز التعبير من المقاتلين لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وبالتالي لا يحتاجون لعودة من النازحين لشمال قطاع غزة للمقاتلين، إنما هو ما يحتاجه الفلسطينيين اليوم هو عودة النازحين من أجل تخفيف المعاناة عنهم وإدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة بمجمله في جنوبه وشماله. لذلك هو يحاول وضع بعض الشروط التي تتيح له الفرصة لخرق الهدنة أو الاتفاق وعدم استكماله. لذلك لدينا احتمال أول أن يقوم نتنياهو بعرقلة المفاوضات، وإذا ذهب إلى الاتفاق ربما يسعى إلى تدمير هذا الاتفاق بعد المرحلة الأولى بوضع شروط، أو يتحجج بأي من القضايا من أجل استمرار العودة للقتال. وقد يكون لدينا الاحتمال الثالث، وهو أن نتنياهو اقتنع أخيرا بناء على ضغوط الجيش وقناعة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية بأنه لم يعد هناك أهداف يمكن تحقيقها داخل قطاع غزة، مشكور. والأهم اليوم هو العودة للهدوء في هذه المنطقة حتى يضمن هدوءا آخر، كما صرح الأمين العام لحزب الله، عندما تتوقف المعارك في قطاع غزة ستتوقف أشكر أيضا في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. من رام الله الكاتب والباحث السياسي سي جهاد حرب، شكرا جزيلا لك.